السلام عليكم، كي داير الاخوات؟ بخير، كلشي هو هذاك. المهم هاد النهار هذا جاتنا هاد المبروكه هادي الغنية عن التعريف، البي سي اكس. المهم هاد النهار هذا بعيد على الميكانيك كما كتشوفوا، بياسة اكسيدونتي. المهم واك لا ضريبات خبات الوجه هو ديالها، كلشي ناضي. الكاريناج، الكاريناج فيه شي شويه ديال الخدمه، ولكن غادي نديرو له الحل كما كتشوف. هذا بعد ميتة فيها التقوى هنايا، شي مهرس الطرف ما كاينش هنا، عندي البلاصه ديال البيكي. المهم الجناب ديالها شو كي دايرين، شي واك الشحط. السبعة الثانية حتى هي ميتة. المهم حنا هادشي غادي نريقلوه بجهد الله. المهم طروفا كاملين راه تبارك تقريبا مهرسين، كارد بوتا هو في واحد التاريسة هنايا، هادو هما هنايا مبيكين فروعين ديال الوجه. الحلك الثاني كامل مدقدق، تا بلاصة فار مهرسة. المهم فار تا هو شي شويه كاشف فيه واحد التيريس هنايا، من داكشي من الداخل، هادو خرايا الطرفه من الداخل خاصني نحلو تا هو. المهم حنايا الخدمه ديالنا هو هاد الموتور هذا، هاد السيمانه عندي فيه شي سيمانه د الخدمه تقريبا، ما بين الفينيسيون وكدا والصباغه والمونتاج، خاصو يولي جديد كما قلت لكم. بجهد الله بجهد الله غادي نطيوه. هذا هو البلان، ورجع كل شيء حاجة بلاصتو، وهذا نوريكم شي توشيات في البي سي اكس هادي في شي شكل. دابا هي هادي عندها واحد السيستيم ناضي الصراحة، عندها واحد القراع هنا ديال الزيت، هادي ديال الفران. وريني فاش كطلع على الفران الفوق كتلقاها غير كابلي، هذا راه غير كابلي ماشي فليكسيبل، ها غير بالكابلي، و تا من اللور غير كابلي شتيه. ولكن العجب اللي السيستم اللي دايرين في هذا البي سي اكس هو الفران اللور، هذا الفران هذا تيفرانين في اللور والقدام، هذا الفران هذا كتفراني اللور وتفراني به القدام، وعاد الفران ديالها انت باش تعرف، عاد الفران القدام راه كاين انت فليكسيبل ديالها، فيه جوج، فيه داخلين له جوج ديالها تيويات ديال الزيت، يعني راه تيفراني بهاد هذا. دابا بحال اللي تقول دابا هادو دايرين سيستم بحال زعما ابي اس شنقول لكم، ابي اس ميكانيك ولا شي لعبه بحال هكا. واحد الطريف عاد بان ليا هو هنايا التقبه ديالو، خاصنا حتى هو نريقلوها ما يبقاش هادشي ان شاء الله. هادشي اللي كاين، هذا الفيديو اللي غنديروه صغير باش نوريكم المشروع اللي راه حنا غنخدموا عليه هذا السيمانه ان شاء الله. الى عجبتكم الفكره تفاعلوا معنا فيها، وغادي نحط لكم الكماله كيفاش غادي تفينا داك الشيء وداك التقابي، كيفاش غيتسدوا اللي في هذا الكاريناج، التقابي اللي هنايا وهذا الشيء اللي كامل مدقدق، غادي نريقلوه، غادي تصبغ في الابيض ويبان لكم الفرق. المهم كلشي ما يبقاش هكا، وديك الساعه اللي تقولوا لنا التقييم ديالكم للخدمه. تحياتي لكم، خليكم معنا الحلقه الجايه ان شاء الله نبداو فيها. اللهم يستر.